الحديثة في النقل الحديث. سيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل، أولا مبروك وكل التهنئة وكل التقدير لحضرتك ولكل الناس اللي شغالين في وزارة النقل بكل الهيئات الـ16 اللي فيها. بارك في حضرتك ومبروك على كل المصريين، مبروك على رئيسنا، مبروك لكل محب يعني لبلده ولوطنه، كل يعني غير ناقم وغير حاقد على بلده زي ما حضرتك بتقول. الحمد لله الحمد لله، احنا زي ما حضرتك يعني بدأت الكلام او يعني بتشاور، احنا اتنقلنا نقلة كبيرة جدا بصراحة. انا شخصيا زي ما حضرتك بتقول انا كنت بركب القطر ده وانا جاي من المنصورة لحد القاهرة، كنت بشوف شكل القطر حتى الدرجة الاولى الفاخرة كان شكله ايه، النهاردة بقى شكله ايه. الحمد لله الحمد لله، مبروك للمصريين. يا رب يا رب يعني نحافظ على حاجتنا ونسيبها كده زي ما هي جديدة، او يعني ما حدش يعني يؤذي نفسه ويؤذي بلده في صورة القطار بتاعه. يا رب لكل المصريين ان شاء الله باذن الله، ومبروك علينا جميعا. سيادة الفريق خلينا نتكلم على المواطن النهارده اللي بيشوف هذا، بيشوف محطة عملاقة، محطة حديثة، محطة انا بقول دخلت محطات في اوروبا، محطتنا احسن منها النهارده الرؤور كده على الهواء، وبالتالي فخر ايضا عملناه بنقدمه للشعب المصري. المواطن هيستفيد ايه؟ ممكن حضرتك تشرح لنا ببساطه كده، انا كمواطن هستفيد ايه من اللي بيتم ده؟ اولا انا كمواطن عايش في دوله، في بيئه، في ناس، في يعني في جو محيط بيا. اول حاجه احنا استخدامنا لوسائل نقل صديقه للبيئه، وسائل نقل كهربيه، اولا بنقلل التلوث اللي احنا يعني واحده من اكثر دول العالم تلوثا في الجو، ولكن الحمد لله ده كان ايام زمان لما كان فيه يعني سحابه سوداء، ولما كان فيه عدم قطورات بتطلع عدم كتير جدا، لما كان لما كان لما كان. احنا الحمد لله دلوقتي المواطن هيشعر بالتاكيد بتحسن كبير جدا في الجو المحيط به. الحاجه الثانيه الخدمه اللي هتقدم لك انت، الخدمه اللي هتقدم لك النهارده خدمه فيها اولا امن وامان وسلامه ليك ولوسيله المواصلات نفسها. هتستفيد ان انت راكب وسيله مواصلات ادميه، وسيله مواصلات لما تحب تلاقي حمام او يعني تطلب انك تروح حمام او تحب تروح حمام هتلاقي حمام يعني ادمي.